أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. جمهورنا العزيز مثل ما تشوفون المتسابقين هم موجودين، أتوقع لاحقهم صرف ولا تعب ولا صيام. ما أدري والله بالضبط وش سبب غيابهم، ولكن أتمنى إذا هم موجودين ولا قريب ولا بيخلصون أنهم يجون عاد معنا وقت. غريبة منهم صلاح، يعني لهم حاليا تقريبا 10 دقائق من يوم بدأت الفقرة. بالعادة ذا الوقت كلهم قدامي، ولكن حاليا ما أدري ليش بالضبط التأخير، ولكن أتوقع أنهم رادين للوقت الحالي، يمكن علشان الصوم والتعب، فلا بد نحط لهم عذر وصيام وخير. يمكن بعضهم بعد ما انتهى البث راح يقرأ القرآن، فالله يوفقنا وياهم التوفيق الطيب، ولا ودنا نحن نكلف عليهم. الفقرة تقريبا يعني وقتها الساعة 4 عصر، الناس صيام يمكن ما بعد قاموا، لا بد نلتمس لهم أعذار، ولكن نقول الله يوفقنا وياهم التوفيق الطيب. وش رايكم يا جمهور؟ والله انها مصيبة. نعطيهم على 300 نقطة جميع. يا إعداد سجل معي 300 نقطة لكل متسابق، 300 نقطة لكل متسابق. الشباب أكيد أنهم راقدين بما أنهم إلى الحين ما بعد جاءوا، ف ما ودنا نخرب عليهم نوماتهم، لعله عسى أنهم في الليل إن شاء الله يشلون البث. و نستودعكم جمهورنا الكريم، ووعدنا معكم إن شاء الله في حلقة قادمة. نستودعكم الله. ما هي بأي شاشة هذا الصدق والواقع، ما هي بأي شاشة لعشق المراجل، لعشق المراجل، ولو إنها تتعبني عشقها.